وسهلا فيكم في فيديو جديد من قناة دبل سلوفينيا. اليوم أنا موجود في عند شلال سلاب سافيتسا. الشلال إحنا موجودين في نص الطريق، لسه ما وصلنا للشلال. زي ما أنتم شايفين في هنا مدرج يطلع لحد الشلال، فقعدنا نتريح هان، معنا قهواتنا وشاياتنا وتمراتنا وقعداتنا العربية حلوة، يعني إشي رائع في هالأجواء هذه. الواحد فعلا بيشوف بحس حاله موجود في مكان قطعة من الجنة، واحد بيشوف قدرة ربنا في هالأماكن الطبيعية الخلابة. درجة الحرارة هنا أقل من درجة الحرارة تحت في بوخن وبليد. مكان رائع وجميل، ننصحكم انه تعملوا سبسكرايب وشير. راح احط اللوكيشن لهذا المكان في وصف الفيديو، اتمنى انه يعجبكم.